مهمة جدا ومبادرة غاية في الأهمية من قناة النادي الأهلي، وفي هاشتاج كده بتطلقه قناة النادي الأهلي تحت مسمى منافسة لا خصومة في إطار نبذ التعصب، وهي مبادرة من قناة النادي الأهلي. هذه القناة الفئوية اللي بتنتمي بكل تأكيد، وهي قناة رسمية لكيان كبير زي كيان النادي الأهلي، فبالتالي مبادرة مهمة جدا ورسالة غاية في الأهمية لكل الانتماءات المختلفة للجماهير. يا جماعة احنا عايزين نشجع كورة بس، المنافسة دايما بتبقى في الملعب، مش عايزين أي منافسة خارج الملعب، لأن ده هيبقى شيء مهم قوي، والموضوع ده هو اللي هيساعد في عودة الحياة الرياضية الكروية بالتحديد في مصر. خلاص أزمة عدت، أزمات كتيرة جدا عدت كمان، مش الأزمة الأخيرة بس، لكن الأهم دايما أن أنت تفكر في اللي جاي، الأهم دايما أن أنت تحاول تتجنب وتتفادى تكرار مثل هذه الأزمات. هيحصل إزاي الكلام ده؟ من خلال المسؤولين، وأنا قاصد أبتدي بالمسؤولين. ليه؟ لأن المسؤولين هم بتصريحاتهم في بعض الأحيان بيخلقوا نوع من أنواع التعصب ونوع من أنواع الشحن ما بين الجماهير. إحنا عندنا جمهورين كبار جدا جدا، جمهور النادي الأهلي جمهور نادي الزمالك، الاتنين بيكملوا بعض في الآخر لما بيبقى في ماتشات لمنتخب مصر، الاتنين بيبقوا قاعدين جنب بعض. فبالتالي كل المشاحنات وكل الأمور اللي بتحصل دي بشأنها بتعمل إيه بس؟ بتوقف الكورة، بتعمل مشاكل، أزمات زي ما إحنا شفنا كده وعشنا. فلازم نبتدي بالمسؤولين، المسؤولين الأول بإذن الله يحاولوا إن هم يتجنبوا التصريحات المثيرة، التصريحات اللي فيها إساءة، لأن أنت لما بتسيء لحد، الحد ده مش هيسكت طبيعي. الناس بني آدمين يعني، كل الناس، محدش هيسمع إساءته ويسكت، هيضطر يغلط، ينتقد، سواء بقى من خلال السوشيال ميديا، من خلال شاشات التلفزيون، من خلال أي وسيلة من الوسائل يعني. وده اللي إحنا مش عايزينه، ما نتمناهوش خالص. فبالتالي هي مبادرة مهمة جدا، وأنا عايز أحيي إدارة قناة النادي الأهلي في الحقيقة على التفكير في هذا الاتجاه، والتفكير في كيفية التخلص ونبذ التعصب في الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام، لأن